هم بخير ورمضان مبارك. انا مش عارف، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. وخلاص حبيبي حبيبي، كل عام وانت بخير، وان شاء الله نكون في احسن احوال كده باذن الله. ان شاء الله رمضان مبارك على جميع المسلمين ان شاء الله. حبيبي كلمة لمصر في رمضان. كل سنة وشعب مصر كله بخير إن شاء الله، ويعود علينا وعلى الخير وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عمو منير. السلام عليكم. ما تصورناش احنا، صورنا عم منير. محسن. صورك يا عم انت. ما بحبش الاعلام يا عم. حبيبي سي. مش عايز شغل. صورنا يا عم. مرسي مرسي. اوه مرسي يا راح. لا راجع ثاني، ما تهرب. في كوبايتين العصير، واحده المرسي وواحده الحمص. ما شاء الله ما شاء الله. حبيبي تقول ايه المصر؟ ان شاء الله هتبقى احسن من الاول كتير، احسن من ايام ما كانت مصر. حبيبي شريكي وش قول المغرب؟ مبروك مبروك. وش قول لهم؟ رمضان خير. رمضان مبارك سعيد، وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. ان شاء الله كل الامه المسلمه بخير ان شاء الله. حبيبي والله طبعا مبارك. فرصه بنهاجم بعض بالكيد بالنفاق. لا انت رايك، خلي رايك بتاعك. الراجل السلام عليكم. وعليكم حبيبي. لا 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 مصر حبيبي. هي رمضان قدامك. لا ما تتكبر علي الناس. لا ما بتكبر على مصر. رمضان مبارك وخلاص. رمضان كريم على مصر بحاليه. شكرا حبيبي. كل سنه وانت طيب حبيبي. رمضان كريم على العرب كلك وعلى المسلمين جميعا ان شاء الله. رمضان كريم على الامه الاسلاميه كلها يا عم. ربنا يعدها بالخير على المصريين جميعا يا رب. فكاء على مصر ويصلح حال مصر يا رب. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. حبيبي رمضان كريم و لا بعدين خلاص. انا بحترم السيسي، انا بحترم عبد الفتاح السيسي، لان دماغه زي دماغ السادات واحنا ما نايف. انا كمان احترم السيسي. الصحراوي ايوه السلام. وش قلنا في رمضان؟ اخبار ماهي زين. ما اخبار ماهي الله يدخل علينا وعليكم بالخير والفرحه والاستقلال. الصحراويين الشعب الفلسطيني ذاك كامل والله يرتوي الخير، والله يجمعهم اسم محمد كامله على طاعته. والحمد لله ومشكورين هذول الاخوه اللي عدوا ذا الشيء. الله يجازيهم بالخير. شكرا. الله يجازيهم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه والامه الاسلاميه كلها بخير، ويعني ربنا يحقن دماء المسلمين في سوريا وفي مصر وفي كل حته وربنا يسترها. انا فاشل في الاعلام، في الكلام قدام الكاميرات ده اللي اقدر اقوله. كل سنه وهم طيبين، ويا رب ربنا ينصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. شكرا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نفسي بقى الشعب كله يتجمع بدل ما يكون في التفرقه، ويبنوا البلد بدل ما كل واحد بيتكلم على جبهه انقاذ واخوان. اتجمعوا، مش وقت مجادلات دلوقتي. المهم ان البلد يتصلح حالها، وفي ناس غلابة كتير، وانتوا اللي بتتكلموا بتوع الاعلام اللي هم ايه اللي كانوا بيستفادوا. مش عايزين بقى نقول ايام مبارك وايام اللي جاي، بس احنا عايزين ان انتوا تقولوا كلمة حق وتجمعوا البلد بدل ما تعملوا التفرقة دي. ونقول شهر خير، وياريت تعاون على الخير. يعني وان شاء الله كده ربنا يكرم الجميع. رمضان مبارك. رمضان مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخي. رمضان مبارك. الله يخليك يا اخويا. والله بنتمنى للشعب المصري ان يكون ان شاء الله في احسن صوره قدام العالم كله، حسب ما بيبين مظاهراته الجميله للشعب السوري. وبنتمنى للشعب السوري ان شاء الله ان ربنا يفكها عليه بركه الشهر الكريم، ومصر ان شاء الله تكون باحسن صوره، وربنا يسترها مع الجميع باذن الله. جزاك الله خير حبيبي. رمضان مبارك. رمضان مبارك عليك. علي مرسي مرسي. اوه اوه وفين هات لا بنتمنى من ربنا ان مصر تقطع العلاقات مع اسرائيل تماما، وتقطع كامب ديفيد كل شيء عن اسرائيل. وحتى يبقى هم في حالهم واحنا في حالنا. احنا ولا عايزين منهم حاجه، بس هم يبقى في حالهم واحنا في حالنا، وعايزين البلد امورها تتصلح ان شاء الله. ان شاء الله. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. جزاك الله خير شيخ. جزاك إن شاء الله. رجال الله يسر أيام. كل سنة وانتم طيبين وعلى الأمة الإسلامية بخير يا رب، ويعودها على ويا رب يسترها على مصر. واحنا شباب مصريين بنعمل فطار جماعي كل سنة عشان المسلمين في لندن، ونقول لكم ادعوا لنا وادعوا لمصر يا رب انها تبقى بخير، وادعوا الوطن العربي وان احنا نتوحد وان احنا نبقى واحد. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وبعودها الأيام. دعوات كلنا يا رب، دعوات كلنا يا رب. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنوجه تحيه خاصه للشعب الجزائري، رمضان كريم على كل جزائري وعلى كل مصر وعلى كل المسلمين جميعا ان شاء الله، وربنا يعودها بالخير واليمن والبركات على جميع المسلمين باذن الله. شكرا. شكرا حبيبي. يعني شفت ناس هنا بس الشباب. يلا يا جماعه تعالوا هنا يا جماعه، فينا هنا اهو، تيجي معانا هنا تعالى. حبيبي حبيبي انت فطرت ولا فطرت؟ يا عمر في حبيبي. صورة حلوة. سلطة سلطة، حد عايز اي سلطة؟ انتوا الحلو الحاج، رمضان كريم. وانت عليك وعلى اهلك وعلى احبابك ان شاء الله. ان شاء الله.